تنتشر في تونس النوادي الغنائية التي تأمها النساء حصراً، أين يتلقين تدريباً على الغناء بمختلف أنواعه على أيادي أساتذة وموسيقيين محترفين؟ المعز المثني فنان، عندي أكثر من 28 سنة في الميدان، مطرب، دونك نادي الغناء لمعز المثني اللي هو عنده حوالي 10 سنوات، يعني يستقطب شرائح العمرية الكل. تعرفوا الظروف هذه، يعني فما مع الضغط، يعني ولا طريقة متاع علاج نادي الغناء، كي تمشي تسمع الموسيقى وتتعلم تغني وتحاول باش تخرج الكوتي ارتستيك، الجانب الفني اللي في داخلك بطريقة مع ناس مختصين، يعني تولي ثيرابي، تولي علاج الذهني والنفسي وعلاج حتى للجسد. في هذه النوادي لا يهم العمر أو المهنة أو القدرة على الغناء أو امتلاك صوت جميل من عدمه، فالكل سيكون قادرا على التعلم والتمكن من المقامات بفضل المثابرة والتدريب. ومش ناس كل تبدأ حافظة، ومش الناس كل حتى السمع، يعني الليكوت متاع الموسيقى، يعني ساعات فما ناس تبدا مش كيما تسمع كيما باش تقول، يعني باش تقول كيما تغني نفس. طبعا احنا نحسنوها الحكايه هذه، عندي موسيقيين معايا، يروح بعد يروح وهو فما نشوه، فما شيخه، يعني كساعتين فما غذاء للروح. لكن هذه النوادي لم تعد فقط فضاء لتعلم الموسيقى والغناء بالنسبه لكل النسوة اللواتي يقصدنها، إذ يؤكد أغلبهن أنها منحتهن فرصة لربط علاقات جديدة وتعلم الموسيقى، والأهم من ذلك أن الغناء تحول مع مرور الأيام بالنسبة لهن إلى فسحة لعلاج النفس وتعديل المزاج والتخلص من مشاغل الحياة. سادت غنون حياة بالأرض، لو التحقت بالكلوب هذه لقيته في فيسبوك بارازار، جبت زميلتي وجيت، عجبني برشا، دونك جيت لهنا 4 سنين قعدت، ومن بعد جاتني الفكره اللي راجلي حب يزيد يتدرب على العود، دونك وليت نجي انا وياه، هو يقعد في المجموعه نتاع اللي يعزفوا، دونك هو عنده آله عود، وانا في الكلوب دو شام، معناها النسائي اللي نتعلموا الاغنيات، نتفرهد ياسر، وينحي لي ستريس نتاع الخدمه، ويريح لي اعصابي على الاخر. ساعات حتى كيف نبدا راقده نبدا نغني في الغنيه اللي احنا غنيناها في الشوم غير ما نفيق. انا معناتها بطبيعتي مغرمه بالغناء ونحب نغني، وخاصه الاغاني الترابيه. ومن صاحباتي اللي نعرفهم عرفت السيد معز المثني عنده ينشط نادي يلبي فيه الرغبات اللي نحب عليها، من ناحيه الشوا خاصه نتاع الموسيقى اللي يتعاطى فيها. أنا جيت خاطر نحب نغني، وعلى خاطر عندي ولع بالموسيقى كما قلت لك، ومعليش ليه معناتها للترفيه كما قالت سيتون ثيرابي. أنا شيء أستاذة متقاعدة، عمري 14 سنة، يظهر لي مغرومة من صغيرة نغني، واش تعمل نقول لك؟ من بعد كي جا سي معز توا صافي كمان 6 سنين أنا مع معز في الكلوب. جادور انا نهوى الموسيقى برشا برشا، ونشيخ ونعمل جو ونرتاح ونتفرهد كي نغني ولا نسمع اغنيه سامبلومون. يا بنتي والله نشوه وشيخه ما نحكيلكش ما نحكيلكش، الواحد ينسى مشاكله وينسى حاشاك همومه وينسى ينسى كل شيء في الساعتين. لا وعندها دي كونسيكونس على بعض الساعتين، انت باش تقعد حتى بقيت السهريه بقعد تربي شيخه ما تعرف مع حتى حد، نعرفين نمشي للموسيقى. نوادي الموسيقى أسبوعيا مثقلات بمشاغل الحياة، ويغادرنها بعد ساعات الدرس على وقع الدندنة مع شحنة من الأمل والطاقة تدفعهن لمواصلة الكفاح.